ثم بن شيخ سمعنا في 82 انه صالح عصاد بين الشوطين ربما يقدر مهاجري يدخل بين الشوطين كان خذا الحمام تاعه وقال لكم ما نكملش الشوط الثاني، هل هذه الحادثه صحيحه ما جاب؟ المنتخب الالماني مع المنتخب الالماني في 1982 والله بكل صراحه ما مشفيتش مشفيتش لا لا صح يعني في المباراه الاولى مع الالمان يعني بكل صراحه اون تو دوني اون تو دوني سو البلان والحمد لله على كل حال النتيجه خرجت ايجابيه بالنسبه لنا ولكن اللاعبين ابخي لو ماتش سي فري كنا اجونو فريمون كنا اجونو. وحادثه صالح عصاد اللي ما حبش يكمل اللقاء بين الشوطين ما حبيش تحكي لنا عليها ما جاب؟ لا 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 ما كان جو كرو با باسكو عصاد كمل المباراه وزيد نقول لك ثاني ممكن الناس ما على بالهمش اول مره نقولها انا امام المنتخب الالماني جيت بليسي ولعبت كان عنده كانوا عندي لي زادكتور وكنت نلعب بلي زادكتور ابخي لو ماتش واش نقول لك ابخي الماتش ما نجيش با نمشي في الدقائق الاخيره شفتوا الفرصه اللي جاتنا مرزقان من الجهه اليمنى طلعوا سلالوم افيك لو بالون ودالي لو روتري وسددته بالبيي دروا بالرجل المريضه لو بالون ضرب في البوتي فيلي الناس كاع على بالهم بلي دخلت الثروازيام بيت ولكن كنت مريض لا دكتور كان يوجعني بزاف من الكوتي لا جون دوات بصح لو كان جاتني من الكوتي غوش كنت تقريبا 100% سجلها ولكن هذه كنت مشتاق